مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع هذه الام اللي كتعاني واحد المعاناة حقيقية، عندها 3 ديال الوليدات، مجموع عليها شهرين ديال الكرا والموضو، بغات غير اللي يعاونها باش تخلص الكرا، خاصة هي الام وهي الاب للوليدات، هي المعيل ديال الاسرة ديالها، يعني هذاك البيت هو اللي جامع هاد الوليدات، ما بغاتش انها تخرج تشردهم للشارع خاصة انهم مازالين صغار. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك؟ المشكل اللي عند اختي، عندي 3 الوليدات وما عندهمش الاب ديالهم، والمشكل ديالي انا هي ما خدامه، ما عندها ما كان بها كنيسه، الشارع مره يجيب الله مره ما يجيش، اغلبيه دابا مع هاد الايامات ديال المدرسه ما كيبقاش عندي الوقت باش غنمشي نبيع حتى داك كلينيكس. يعني انا اللي كندير البنيه الصغيره المدرسه، نديها مع 8 ونص ونديها مع 12 ونص ونديها مع 2 ونص ونديها مع 5، يعني حتى داك الوقت باش غنخرج باش نبيع حتى داك كلينيكس ما عنديش. والنداء ديالي الناس المحسنين خارج المغرب وداخل المغرب يتعاونوا معايا على الكرا، كتسالني شهرين ديال الكرا والشهر ديال الموضو، ومولا الدار قالت لي عطيني رفقه ولا خويا ليا المحالي، انا ما عنديش فين ندي هاد الوليدات. ديما كتبقاي كتحولي من كرا ماشي بسبب هذا المشكل، ديما كنتحول من دار لدار، يعني ما عنديش زعما شي مشكل مع الجعيد، زعما شي مضاربه مع الجيران ولا مضاربه مع مول الدار، المشكل الوحيد هو اللي عندي هو الكرا، الخلاص ديال الكرا هو اللي كيخليني ديما كنتحول من دار لدار، يعني بسبب هذا المشكل، من غير زعما الخلاص ما عنديش مشكل زعما مع موالين شي ولا ما كرهتش شخصي شي نهار نيت تكون عندي، واخا البيت شتي البيت عندك راه بحال ما عرفتش شنو عندك، غير بيت واحد تقدري ديري فيه الماء ديري فيه كلشي تنعسي فيه، المهم داك البيت يكون ديالك ما تخلصي لا كرا لا حتى حاجه. كان خلص اختي 12000 ريال ديال الكرا وزائد الموضوع، مرات تجي 6000 مرات 7000 مرات 8000 كل مره اش كتجي، يعني على حسب الدور مالي الدور شنو كاين. دابا انا خايفه نشرد، انا خايفه نشرد الوليدات باقيين صغار وكيقراو، كنخدمي بلا هاد البنيه الصغيره كتقرا في الثاني والوليد كيقرا في الرابع، وعندي البنيه الكبيره كتقرا في هاد العام عندها 7، يعني وليدات كلهم كيقراو، وهاد الصغيره كنقسمي بلا لحد حاليا باقي ما خلصش 3 مدرسه، وحنا ما عنديش باش نخلص، كتخلصي 18 140 ديال المدرسه باقي ما عنديش باش نخلصها حد الان. تقول اختي الناس المحسنين قادرين يعاونوك؟ انا اختي كنقول لهم الله يجازيكم بالخير، يا يعني المحسنين خارج المغرب وداخل المغرب، تعاونوا مع الوليدات، ديرهم بحال وليداتكم، ديرهم بحال خوتكم، الله يجازيكم بالخير، راه هاد الوليدات محتاجين اللي تساعد معاهم، الله يجازيكم بالخير، الله يرحم لكم الوالدين المحسنين، تعاونوا مع هاد الرقم ديال الرقم ديال هاد الام هذه حيدي انتيا، حيدي راه غنرجع للوحيدي. الرقم هو 06 89 87 38 47، هذا هو الرقم ديال هاد الام هادي، الله يجازيكم بخير، تواصلوا معها وساعدوها غير في الكرا ديالها، كيتسالها شهرين كتخلص 600 درهم للشهر، والموضو شهر ديال الموضو، يعني هي ما باغاتش شي حاجه غير اللي يعاونها في الكرا وفي المصاريف ديالها. الله يجازيكم بخير. الرقم ديالها هو 06 89 87 48، هذا هو الرقم ديالها، الله يجازيكم بخير، ساعدوها وعاونوها خاصة على وجه دوك الوليدات، عندها 3 ديال الوليدات ما بغاش أنها تخرج تشردهم، خاصة أنهم مازالين صغار مازالين تيقراو، خاصهم ضروري شي سكن، وخا غير داك البيت المهم راه مستورين فيه. خاصة ان هي كتبيع غير كلينيكس، كتبيع غير كلينيكس، راه ما كتقدرش انها توفر ذاك المبلغ في الشهر. غالبا دابا قلت لك انا دري صغيره، انا اللي كنداوي في هاد الايامات ديال المدرسه، انا عندها كنخرج هذاك السبت الحد ولا الاربعاء بحال قبل كتقرا نص النهار، هما اللي كنخرجوا الميلا خرج بحال كل سيمانة خاصني كنجيبها مع 5 ونص، كتجي هي عيانه ما كتلقاش معايا ما كنخرجش خلاها في الدار، يعني ما عنديش كيف ندير ليها. يعني كنتمنى الله يجزيكم بخير مشاهدي قناة شوف تيفي انكم تواصلوا معها وتساعدوها، حيتاش محتاجة لكم باش تخلصوا معها، واخا غير هاد الشهور ديال الكرة والموضوع. وهنا مشاهدينا وبقى لي الا نودعكم، تلاقاو في بث مباشر اخر، بالسلام عليكم.